لم تكن تريد الاستيقاظ من نومها صباحا، بل أرادت أن تنام وقتا أطول قبل أن تواجه الأعظم بعد ساعات، فهو استيقاظها الأخير وخروج لن يكتب له العودة إلى المنزل، فمستوطن حاقد يتربص بها خلال عودتها. اليوم الصبح هي قامت منكدة، بديش أروح على الروضة أصحي فيها غصب عنها. يما خليني أنام بس شوي، استنيت عليها شوي رجعت صحيتها. يما خليني أخرى شوي أنام، لا روحي على الروضة، روحي موتي. طلبت فطور ما أكلتش، منكدة البنت حاسة إنها بدها تموت، طلعت غصب عنها على الروضة وماتت. الطفلة إيناس دار خليل، هذا ما وجد في حقيبتها، كتب وآخر علامة تقويم ودمية أرادت أن تعطيها إلى معلمتها، ومحفظة صغيرة فارغة وضعت بها مصروفها اليومي. طارت عني، شو بدها تطلب؟ بس البنت قوية بدها تعيش، ذاكت ما قدرتش، رفعت إيديها وراسها عشان تقوم تجري علي، ما قدرتش. أنا اللي رحت أجري وزميل، أنا اللي رحت. الأم المكلومة شاهدت آخر أنفاس ابنتها الشهيدة والبالغة من العمر 5 سنوات، مشهد سيبقى يلازمها للأبد، ولم يكن بوسعها سوى أن تحتضن الذكريات والمتعلقات الممزوجة بلوعة قلب ودمعة. الشهيدة إيناس فارقت الحياة على الفور ونقلت إلى مجمع فلسطين الطبي، فيما تعاني صديقتها تولين عصفور التي أمسكت بيدها خلال عودتهما من روضتهما من جراح خطيرة أصيبت بها إثر تعرضها هي الأخرى للدهس من قبل سيارة مستوطن على الشارع العام قرب بلدتهما سنجل. كانوا واقفين باب الدار، فبنات مروحات من الروضة، فبدهن ينزل نقطع عن الشارع، جاي المستوطن من شكة نابلس، سيارة ستروين سكنية، فهو جاي شاف البنات لز عليهم ضربهم، بعد ما ضربهم بعدين تقريبا 10 متر بده يرد لز عليهم أخرى مرة، يرد يكمل عليهم، لكن لما شاف نحن هجمنا عليه فانهزم، ظل رايح لشكة رام الله. المستوطن المجرم ارتكب فعلته ولاذ بالفرار تاركا خلفه قصة إيناس التي ترويها اليوم بدمها للعالم، كيف ما زالت الطفولة تعدم وتقتل البراءة في وطن سليب هو فلسطين. هنا وفي هذا المحيط ارتقت الطفلة شهيدة، فوجود المستوطنين على الأرض اغتصاب، وسيرهم عليها موت لا يطاق، وما بين هذا وذاك نضال شعب مستمر حتى الخلاص. من قرية سنجل شمال مدينة رام الله، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.